اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. شرفنا ونورنا كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن اسامه، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن هاني رمزي، كابتن عماد النحاس، والكابتن ايمن جيلبرتو. مبروك النادي الاهلي وهارد لك لنادي استاد بيتشان. مباراه طبعا النهارده مباراه تحكيميا هي سهله كابتن اسامه. النادي الاهلي النهارده دايما في مباراه افريقيه بيسهل مهمه الحكم، ولكن لما النادي الاهلي سهل مهمه الحكم، الحكام النهارده صعبوها على نفسهم. حكام النهارده صعبوها على نفسهم. تعال اقول لك الطاقم التحكيم الاول اللي هو الحكم الجابوني باتريك مبيامي. باتريك مبيامي دوت في كوت ديفوار امم افريقيه حكم مباراه واحده بس يا كابتن اسامه، في الوقت اللي فيه حكام ادارت اربع مباريات وثلاث مباريات ومباراتين، هو حكم مباراه واحده، وده يديك دليل او مؤشر ان لسه الحكم قدامه فتره عقبال ما الاتحاد الافريقي يعول عليه. قابل ميرو الحكم المساعد الاول، وده كان لغز النهارده كابتن من ستومي، ده عنده حاله خطيره جدا جدا جدا، اللي رافع الرايه على طول طول المباراه. هنجيب الحاله ونشوفها. وكان عندنا اوندو اللي هو المساعد رقم اثنين من الجابون برضك، والكوميشنر ماتش اللي هو حكم المباراه او مراقب المباراه كان محمد احمد سليمان من السودان، مراقب الحكام كان يحيى حدقه. تعال نروح عند ابي الميرو اللي هو الحاله الاولى. انا جايب صورتين يا كابتن اسامه هوريك النهارده ازاي الحكم حرم النادي الاهلي النهارده، مش هقول من هدف اكيد، ولكن من فرصه محققه لتسجيل هدف. نشوف الحاله دي اول صوره. طبعا نشوف هنا القدم اليسرى للاعب نادي استاد بيبيجان هنا متغطيه، الصوره مغطيه تماما. ونشوف اللقطه الثانيه، يلا خلينا نشوف اللقطه الثانيه. حسين الشحات راح انفراد بس مفيش اي تسلل. ايه رايك؟ انفراد كامل، هدف، فرصه هدف محققه. دي فرصه هدف محققه بنسبه كبيره جدا. عايز اقول النهارده نتيجه التمركز الخاطئ، نتيجه التركيز القليل قوي قوي، ما ربطش لحظه لمس الكره وموقف التسلل. وبالتالي هنا انا هسال سؤال، لو هذه الحاله هي حاله المباراه بس يا كابتن اسامه، الوضع ايه؟ عشان كده بنقول النهارده في عدم وجود تقنيه الفار، هذه المباراه المفترض النهارده تلعب بتقنيه الفار يا كابتن. وليه ما بقاش موجود الفار حتى من دور المجموعات يا كابتن نصيحه؟ ده المفروض في دور الاثنين، لكن دور المجموعات دور مهم وحاسم بالنسبه للفرق. كلامك مظبوط، وانا بقول لك هدي مثال الحاله دي، وانا الحاله دي انا بهديها لمراقب الحكام. هل من المعقول النهارده انفراد بالشكل ده يترفع عليه تسلل والحاله طبعا ما فيش فيها تسلل كابتن اسامه؟ يعني الراجل ده حرم حسين الشحات من فرصه هدف محقق انفراد تام وكامل يا كابتن هاني. لعبه لو هي لعبه المباراه دخلتنا في مشكله كبيره جدا. تمام، نروح بقى للمساعد الثاني اللي هو الحكم من الجابون اللي هو اوندو. تعال نشوف اوندو النهارده عمل ايه مع طاهر محمد طاهر. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. خلاص دي حاله شفناها. شوف بقى